السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي اخواني واهلا وسهلا بكم. معكم زياد هادي استاذ آلة العود في محل دراسات الموسيقية العراقي في بغداد. رحب بكم اجمل ترحيب، واليوم احنا عندنا احدى الاغاني التراثية العراقية المعروفة اللي هي دزني وافهم مرامي، واللي عزفوه كثير من الموسيقيين العراقيين معروفين من ضمنهم جميل بشير هذا الفنان الكبير الراقي، وهي من مقام الكورد، تاخذ سي بيمول مي بيمول وتاخذ سي كار عرضي. ممكن نشوف الورقة اللي لاحظها امامكم تشوفوها بدايتها. طبعا ايقاع سنجي السماعي، هذا الايقاع هو عراقي اللي يقول دوم تك تك دوم تك اس دوم تك تك دوم تك اس، فتصير بدايتها القراءة اس اس سي دو ري اس ري مي ري فا مي ري دو سي لا سول سي دو ري مي فا مي فا انا منقوط فا مي ري ري مي ري فا مي فا ري مي دو سي لا صول سي لا سي لا دو سي لا صول صول لا صول صول فا مي صول فا مي مي ري ري اس سي لا سي لا سي دو ري دو سي لا صول لا صول صول فا مي صول فا مي مي ري ري، وتنعاد مرة أخرى تنعاد مرة أخرى. فأنا ممكن أسمعكم إياها كلها في طريقة تعليمية حتى تقدرون تعزفوها بالطريقة اللي أنتوا تقدرون عليها، وراح أعزفكم إياها بطيء. راح أصير عندنا أس أس تحسن بالعزف، انت اكيد راح تعزفه. واتمنى ان شاء الله يوفقنا في هذا الفيديو، واي استفسار واتصال تقدرون تشتركون في القناة وتخلون تعليقكم، وايضا الحاضر لاي شيء بالاشتراك في الدورة اونلاين عبر الانترنت، اشتراك شهري، مدة المحاضرة كل شهر 8 محاضرات في الشهر، وممكن نجدد حسب المدى والمستوى اللي توصل به. تحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.